شوف يا اخي انا جاي من العراق، اوصل الاقي مهرجان، اوصل القاهره بقى الاقي مهرجان صدى المشاهير في العراق يكرم فنانتنا ونجمتنا الكبيره الهام شاهين. انا انبسطت جدا بالموضوع ده، خصوصا ان التكريم جاي على مجمل الاعمال الفنيه. بعد التكريم وجهت نجمة الكبيرة إلهام شاهين الشكر لوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية والجمهور العراقي على حفاوة الاستقبال والتكريم. أيوه وزير الثقافة قابلته وأنا في العراق. خلونا ناخد على التليفون نجمتنا الكبيرة إلهام شاهين. أهلا بيك. إزاي يا حياتي؟ وحضرتك طيبة. سنة حلوة وجميلة علينا كلنا يا رب. يا رب علينا كلنا في الوطن العربي كله يا رب يا رب. احكي لي بعد إذنك على التكريم بتاع العراق. أنا الحقيقة انبسطت جدا وقضيت وقت جميل واستقبلوني استقبال رائع حقيقي. يعني الشعب العراقي واضح إن هو بيحب مصر قوي. وكل اللي يقابلني يقول لي أنا بحب مصر، مش بيقول لي أنا بحب إلهام شاهين. يعني هم بيحبوا مصر قوي، يعني احنا بالنسبه لهم لما بيروح فنان مصري يعني بيمثل مصر بالنسبه لهم. والحقيقه كل مثقفين العراق دايما يقولك احنا بنشترك مصر والعراق في انها بلاد حضارات، يعني بلاد ليها تراث عظيم من الحضارات. بلاد بيعتزوا جدا ان هم بيهتموا بالثقافه، يعني طلع من عندهم شعراء وعلماء وكتاب واسماء كبيره. فالعراق فعلا بلد عريقه، بلد حضارات، شعب محترم. الصوره دي الفنانه هند كامل، هذه الدوره لمهرجان صدى المشاهير كانت باسم الفنانه هند كامل، وهي من الفنانات العربيات الرائعات، يعني ليها تاريخ مشرف وادوار مهمه جدا جدا كممثلة وكمنتجة أيضا. فكنت سعيدة بده لأنها صديقة عزيزة وإن الدورة باسمها. اللي على الشاشة معايا اللي كرمني ده نائب وزير الثقافة دكتور نوفل أبو رغيف. الحقيقة كل شيء كان جميل، يعني الاهتمام من أول ما وصلت والكلام عن الفن المصري وعن مصر، كل حد يقول لي احنا اتعلمنا من الفن المصري، اتربينا على الفن المصري. وطبعا يسالوني على كل الفنانين وعلى الاجيال اللي قبلنا بالذات، يعني الكبار. ففي اهتمام يعرفوا اخبارهم ويطمئنوا عليهم، والاطمئنان على مصر وفرحانين بمصر. كل حد يقول لي مصر بيحصل فيها تطور كبير، احنا عايزين نيجي مصر، احنا عايزين نيجي نشوف مصر الجديده، مصر في ثوبها الجديد. يعني لا انا عايز اقول لك بقول لهم اهلا بيكم. في شكوى شويه انه الفيزا بتبقى فيها مشكله شويه، يعني اتمنى ان الشكوى دي تتحل يعني. واحنا نرحب طبعا باهل العراق وبكل الوطن العربي في مصر، طبعا اهلا بيهم. مصر هي الام واللي دايما فتح دراعاتها وحضنها دايما الوطن العربي كله دايما. انا عايز اقول لك بقى على حاجه، انا كنت لسه في العراق، لسه راجع طازه يعني، فوإحنا هناك فقالوا لنا حاجة جميلة جدا. قالوا لنا يا جماعة إحنا عايزين بالظبط، إحنا عايزين مكاتب مبيعات للعقارات الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة، إحنا عايزين نيجي نشتري عندكم في مصر في العاصمة وفي العالمين. فقعدت أضحك قلت لهم للدرجة دي؟ قالوا لي طبعا، التجربة اللي أنتوا عاملينها على كل الأصعدة مش بس في المدن الكبيرة لكن في كل شيء مهمة جدا وملهمة جدا. هرجع بقى للفن والسينما. ده حقيقي، وعلى فكرة أنا في ناس سألتني فعلا ان طب نيجي نشتري في الساحل، أيوة. طب نشتري فين بالظبط، طب نيجي ناخد في العاصمه الاداريه. يعني في اهتمام بمصر صحيح. في تركيز على مصر، وكثير من اخواتنا العراقيين عايزين يجوا وعايزين يبقى عندهم بيوت بمصر، وطبعا اكيد هنبقى سعداء بده. يا مرحب طبعا. عارفه كويس طبعا ان انا بقدر تحمسي واهتمامي وحبي بالفنانه الكبيره النجمه الهام شاهين بقدر تحمسي للمنتجه الهام شاهين، دايما اقول لك كده. ايوه. فانا بفكر معاكي بصوت عالي بقى، تفتكري ان الاوان ان احنا نعمل مثلا هنا بقى انتاج الهام شاهين، افلام الهام شاهين تقدم انتاج مشترك ما بين شركه الهام شاهين او المنتجه الهام شاهين في مصر وانتاج عراقي، يبقى عندنا انتاج مشترك ونطلع فيلم سينما او نطلع مسلسل كبير او حاجه زي كده؟
الحقيقة ده كل بلد أنا بروح فيها بحضر فيها مهرجان، بشارك في لجنة تحكيم أو بتكرم أو يبقى لي فيلم، وكل مرة الكلام ده بيتقال. طب يلا. يعني أنا السنة دي بالذات كانت سنة حقيقي مليئة بالتكريمات، كانت سنة مميزة قوي 2022، فنفس الكلام ده قلته في كل بلد. يعني أنا اتكرمت في تونس وفي المغرب وفي الأردن وفي لبنان وفي السعودية ومؤخرا في العراق، فعدد كبير من الدول العربية. فكل مرة احنا بنطرح هذا الأمر بس ما بنلاقيش الموضوع اللي يجمعنا، يعني بتبقى المناسبة اللي جمعتنا واحنا يعني احنا عايزين ده وهم كمان عايزين ده، بس ما فيش حد الحقيقة عارف ينفذ الفكرة. أنا أتمنى إن مش بس بلد واحدة تبقى مع مصر، إن احنا كلنا مع بعض يبقى في أكثر من دولة. يعني في افلام كتير لما بسافر في مهرجانات الاقي فيلم واحد يبقى مكتوب مثلا انتاج فرنسا والمانيا وهولندا. صحيح. مثلا تلاقي ثلاث دول مع بعض. صحيح. مكتوبين في الانتاج. فليه لا، احنا لو اجتمعنا مع بعض هنبقى قوه كبيره قوي على كل الاصعده، وطبعا على الصعيد الفني اكيد. فيا ريت احنا نقدر نجمع بعض الوطن العربي ونعمل اعمال مشتركه بيننا، وخصوصا احنا الميزه عندنا كمان احنا لغه واحده، يعني كلنا بنتكلم اللغه العربيه. يعني لما بقول مثلا فيلم من فرنسا والمانيا وهولندا، ممكن تلاقي في بلد تانية واسبانيا مثلا، كل واحد فيهم عنده لغه غير التاني. صح. احنا بقى العالم العربي لغه واحده ففاهمين بعض، فنقدر نعمل اعمال مشتركه وببساطه. يا ريت المشروع ده نعرف نحققه ان شاء الله. يلا بينا، يعني احنا هنشجع وهندعم من ناحيتنا كإعلام كده ان احنا نفضل نشجع ونشجع ونشجع، وعليكم بقى عقد الاتفاقات المشتركة وتطلعوا لنا عمل كبير لدينا ما يجمع. وانه اظن واحنا نتفق على كده، انا متأكد انه القوة الناعمة العربية دايما دايما عندها اتفاقات، ان الاوان بقى انها تتحط على عقود وورق ونشتغل قدها وقدود. يعني انا بشكرك جدا، بشكرك جدا وبهنيكي من قلبي، ويا مسهل عايزين نشوف انتاج مشترك بقى ما بين الفنانه والنجمه الكبيره إلهام شاهين ومنتجين ايضا من العراق وغير العراق. كل الشكر ليكي نجمتنا الكبيره، والف مبروك إلهام شاهين.